سلام شباب، أسعد الله مساءكم، أخباركم إن شاء الله تمام. عندي لكم موضوع اليوم، موضوع حلو لكن فيه شروط. الشباب اللي يعني ينقرفون من الأشياء اللي فيها دم أو أشياء يعني فيها جراحة أو فيها شيء، ياريت سكب 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 الموضوع هذا. موضوعي هو يا شباب عن الصيادة اللي يروحون يصيدون في هوك، لا سمح الله الهوك هذا دخل في أصبعك، دخل في يدك، دخل كذا، وش تسوي؟ خلني أوريكم شكل هوك. Гнездольно, блядь. Она вошло, походу, блядь. Да понятно, вошло, блядь. Может, сам? Я подержу ухо твое. Убери вот эту пизду нахуй отсюда как-нибудь, блядь. Щуку. Блядь, да ебать. Ашан нефхам. Ау нариш ассальфа. Ассайд мута. Уанаса. Лакин ахьянан вахид мал хамас يصير في عملية تهور، فلما تجي العملية وتوصل إلى تهور يبدأ تجي المشاكل، إنه يعني يقط الخيط بطريقة خطأ، إنه يربطها بطريقة خطأ، إنه يعني ما يعطي إن الهوك هذا أي اهتمام إنه خطير. ف بالطريقة هذه تصير في تصير عندنا الحوادث. فالحوادث هذه صح انها بعضها تصير خطيرة وبعضها سهل طريقتها وتقدر انك تعالج الشغلة في نفس الوقت. في المثال اللي انا حطيته هذا، تعلق الهوك في الاصبع، فلما يتعلق الهوك في الاصبع لازم نفس الهوك نفسه يميل على خير وتربط فيه حبل وتسحبه بطريقة عكسية. لو تسوي سكرين شوت للشاشة بتصير عندك سهلة، ابوريكم اياها فيديو، ممكن تصير اسهل بالطريقة هذه. زي ما شفت بالفيديو كيف انه نزلها وبالخيط سحبها من طريقة ثانية، لكن احيانا تصير مكانها يعني مكانها مش كويس، مكانها قذر. مثلا لا سمح الله كانت هنا في المنطقة هذه، الحين وانت تضغطها تحس انها توجعك، كيف عاد الهوك ناشب فيها؟ فيحتاج لها ايش؟ الى بنج. ودي انكم تسحبون الشاشة لفوق تشوفون الفيديو حقها كيف قدر يشيلها. شوفوا، استخدم بخاخ كأنه بنج، يعني كأنه برد المكان عشان يقدر يسحبها. تراها يعني ترى تألم، يعني في قصص كثيرة نشوفها ونسمعها ونقراها من كباتن يكون طالعين يصيدون ويصير لهم مواقف، والحمد لله يعني يقدرون يحلون المشكلة بطريقة سهلة. خليني بوريكم بعد فيديو من دكتور شال الهوك هذا او الشنكار بطريقة نفس الطريقة اللي وريتك اياها حقة الانيميشن. خلنا نشوفها الحين. So first we have to like disengage the barb. All right, you ready? You ready? One, two, three. Yeah. أحب صراحة أشكر
فيصل العصيمي ابو ماجد على تطرق الموضوع هذا، صراحه شد انتباهي بقوه وخلاني افتح الموضوع هذا. هذا حسابه اللي يبغى يضيفه. يعطيك العافيه ابو ماجد، ما قصرت، ويلا هلا بالمواضيع الحلوه هذه. اهلين شباب، بقول لكم شيء. بعد ما اشتغل الكهرب وقلت يا ولد ريح شوي عشان تسهر، قال لي بس. المهم نمت ولا صحيت الساعة 11، الحين الساعة 3:15 ما جاني النوم. شو الوضع؟ طيب ما دامنا فاضيين الحين اليوم، والله كلها نحاس، ما دامنا فاضيين اليوم خليني بقول لكم، ببدا موضوع تريمكس. تريمكس هذا يا جماعة هذا نوع من انواع الغازات اللي يستخدمونها الغواصين اللي هم التقنيين. تعرفون انتم احنا في جينا الغوص نغوص اكسجين عادي، اللي هو الهواء العادي، اللي هو اكسجين ونيتروجين عادي، بس يكون مضغوط على توانك ونغوص فيه. هذا هو الغاز حق الغوص. لكن تريمكس هذا نوع من الغازات يتكون من اكسجين ونيتروجين وهيليوم. ليش؟ هنا خليني بعطيك في السناب اللي بعدها. انتم تعرفون في الغوص الغواصين يتأثرون الضغط الجوي، فيتأثر الغواص بالضغط الجوي. كيف أشرح لكم إياها؟ لما يتأثر الغواص بالضغط الجوي تتحول بعض أنواع الغازات مثل النيتروجين من غاز من سائل إلى غاز، والغاز اللي تحول اللي هو من السائل إلى غاز اللي هو نيتروجين تتحول على شكل بابل. فلما نضيف الغاز الهيليوم، والهيليوم زي ما تعرفون يسرع، والمثال على ذلك أننا إذا تنفسنا الهيليوم زي ما جيت تكلم بسرعة، لا 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 لا. لما أقول إنه يسرع، ترى ما أقصد إنه يعني الهدف منه إنه جزيئات الهيليوم تصير سريعة في الجسم، فتحول يعني يقلل نسبة النيتروجين اللي يحول من سائل إلى غاز. فهمتوا؟ هذا حسني أنا ما فهمت. طيب خلينا بعيدها. فلما نستخدم غاز الهيليوم يبطئ تحول النيتروجين من سائل إلى غاز. كذا أتوقع واضح. فتلقاهم حقين الغوص التجاري، فتلقى حقين الغوص التجاري دائما ينزلون بأكثر من أسطوانة. خلني أوريكم صورتهم. تدرون بعد حتى الكمبيوتر اللي يستخدمونه يختلف عن الكمبيوترات حقتنا اللي يبين لك الدبث وكم هواك وكم درجة الحرارة. شوف الكمبيوتر حق التكنيكال دايف اللي هم الغوص التجاري ذولي حق التقنيين. طيب خليني أزيدكم من الشعر بيت. يقول لك التريمكس هذا او الغاز الهيليوم
ما يبين ما يعني يقلل من حدوث ظاهرة خدر الأعماق اللي هو سكر الأعماق. زين، وهذا هذه من فوائده، من مساوئه، لكن من مساوئه أن الجسم سبحان الله يبرد بسرعة، فتلقى غواصين التقنيين يستخدمون البدلات اللي هي اللي هي ويت سوت تجيك طبقات، وتصير ثلاث طبقات، طبقة خارجية وطبقة في النص فاضية أنت تعبي فيها أي مزيج، يعني مثلا زيت، مية حارة، أي مزيج يقلل انتقال البرودة من برا إلى داخل، أو انتقال الحرارة من داخل جسمك إلى برا فتبرد بسرعة. خليني بوريكم البدلة حقت ودي أوريكم السوت حق الغواصين اللي يستخدمونه مثلها، بس أصلح المعلومة، مش ويت سوت، دراي سوت. وهذه شكلها، شوفوا لو دققتوا بالصورة تلقون في الجنب في زي الفلف كذا، زي الشيك فالف، وفي النص في زي الشيك فالف أو زي هذه، هنا من هنا يعبون يا موية حارة يا مثلا زيت، يعني يعبون السوت، تصير البدلة الخارجية، بعدين المادة العازلة، بعدين مادة، بعدين يعني زي السوت لاصق، بعدين الجسم. فيختارون سائل يكون ثقيل، كل ما ثقل السائل هذا كل ما كان نسبة دخول البرودة أو خروج البرودة تكون نسبتها قليلة إلى ما ينتهي الغوصة. يعني مثلا نقول لو حطينا زيت عشان ينتقل الموية الباردة من برا لجوا تحتاج من ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبا، يعني فتأخذ وقت طويل. هذا لو استخدمنا يعني مادة سائلة ثقيلة. طيب السوت هذه نفسها تستخدم في وين؟ تستخدم في الأماكن الباردة، لو مثلا غصتها في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي في منطقة ثلجية، سويت لك حفرة من ثلج طبيت، فتحتاج النوع هذه من الدراي سوت عشان تقدر تتحمل درجة الحرارة اللي نازلة ناقص 20 ناقص 15، تتحمل الدرجة هذه تحتاج لك سوت مثل هذا النوع عشان تقدر انك تتحملها. السوت اللي مثل النوع هذا في انواع كثيرة، خلني بحاول اني احصل لكم نوع من انواع السوت هذه ووريكم اياه. لو لاحظتوا، شوف انا مقربت الصوره شوي زياده عشان تبينكم اللي موجود من هنا، شوف الرجال لابس لبس كامل عشان ما يدخل له برد، زائد صاير يعني كانه منتفخ، فانا معبي السوت نفسها معبيها سائل او ممكن يكون معبيها غاز على حسب المنطقه اللي بيغوص فيها، زائد على حسب الوقت اللي بيقعده، كان بيقعد شوي ولا بيقعد واجد، ولا هل هو تكنيكال، ولا هل هو غواص عادي، ولا ايش وضع. هذا هو الوضع. لكن الويت سوت اللي نستخدمه احنا يجي مقاسات، يبدا من نص ملي تقريبا الى 10 ملي، وكل ما زاد الثيكنس كل ما زادت درجه حرارته. شوفوا بالسنابه هذه بحط لكم أشكالهم كم درجات الحرارة اللي يتحمل. لو تسوي سكرين شوت للصورة اللي قبلها وتحاول تقرب
فبين لك في شيء نصكم وفي شيء كامل وفي شيء معهود مع اللي هو غطى الرأس. فكل حاجة لها مقاس أو أقصد لها يعني سماكة. كل ما زادت السماكة كل ما يعني فادتك إن ما تدخل البرودة بشكل أسرع. هذا بسالفة السوت. لكن حلو صراحة موضوع السوت هذه طيب، خاصة الدراي سوت قد جربته مرة. جربت مرة في مدينة في جنوب شرق نيوزيلندا اسمها كوين ستون. خلني بوريكم صور عنها. خليني بوريكم بعد كيف شكل المدينة، لأن صراحة يعني تعتبر المدينة هذه جنة الله في أرضه سبحان الله. لا طبيعة ولا غوص، حتى غوص مرجان. خليني بوريكم. شفتوا اخر صورة اللي فيها المرجان الاحمر؟ شوف الشخص اللي لابس البدلة السود كيف متينة. هذه هي الدراي سود، دراي سود عشان يحميه من درجة الحرارة اللي نازلة، لان هناك يعني مرة برد. تكملة لموضوعنا، ترى حتى غير البدلة انها متينة تدفي، حتى الهود اللي نلبسها لغطاء الراس كامل الثكنس حقه يدفي الراس. نفس الشيء جلوفز، نفس الشيء تكرمون الجزمة اللي هي البوت، نفس الشيء كل ما زاد الثكنس حقها كل ما صارت أدفى. فدائما الواحد يعني دائما أنصح الطلاب عندي إذا جو بيشترون بدل أنهم يا جماعة حط في بالك أنت وين تبي تغوص. إذا عندنا يعني بالسعودية أو يعني بالخليج أو هنقول بحر الأحمر كامل وكذا، ما يحتاج إنك تأخذ شيء متين إلا إذا كنت تبي تغوص في أيام البرد. يعني أنا عندي بدلتين، ثلاث بدلات، بدلة صيفية وبدلة شتوية تجي معها هود وبدلة شتوية ثانية بس أقل سماكة، واحدة 3.5، واحدة 3، واحدة 2.5، واحدة نص. طيب خلنا نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو الغاز المخلوط. هل يحق لأي واحد يستخدم غاز مخلوط؟ غاز مخلوط لا أنا رايح البيت. غاز مخلوط اللي هو بالهيليوم لا، حتى أنا كمدرب الحين ما يحق لي أني أعطي دورات بخصوص الغاز المخلوط اللي هو بالنوعية هذه اللي هي حقة الغوص التجاري أو التكنيكال دايف. فلازم يكون مدرب متدرب تدريب خاص بالنوع هذا. فاللي يبغى، في واحد ان شاء الله من الشباب عنده تكنيكال دايف ويقدر يدرب، فيتواصل معي الخاص ويبشر بسعادة، اوصله للمدرب هذا اللي حاب يعني